أهلا وسهلا بكم، وياكم محمد حنون في درس رقم 6 في مين كورس سيسكو باكت رايسر فور ستودنتس المستوى الأول. بالدروس السابقة وصلنا ما بين جهازين أو أكثر يكون الاتصال بيناتهم اتصال سلكي، كأنما عندي مدن متقاربة فيكون الاتصال اللي بيناتهم اتصال بري. لو كان انه المدن متباعدة، كأنما الأجهزة متباعدة أو قابلة للتباعد بحيث ما أقدر أوصل بهن عن طريق الطرق البرية، إيش أستخدم؟ أما أستخدم الطرق الجوية أو أستخدم الطرق البحرية، لازم أكو شيء يربط ما بيناتهم، فسمينا على سبيل المثال بريدج أو جسر. جسر يوصل ما بين الجهازين. كان أبسط أنواع الجسور اللي توصل ما بين الأجهزة السلكية والأجهزة اللاسلكية اللي هو الأكسس بوينت. الأكسس بوينت كان جهاز إرسال يربط يكون شبكة ما بين مجموعة من الأجهزة، طبعا أجهزة محدودة، ما بين أجهزة محدودة داخل الشبكة، لكن ما يربطها وايرد، يربطها وايرلس. خلينا نتعرف على الأكسس بوينت. منين راح نلقى الأكسس بوينت؟ راح نجي إلى وايرلس ديفايسز. وايرلس ديفايسز أول واحد بيهم بتلاحظ هنا، نجي هنا، هو جينيريك أكسس بوينت بي تي. هذا الأكسس بوينت راح نوصل به ما بين من؟ ما بين الأجهزة اللي نجي للإند ديفايسز، يعني مثلا هذا الجهاز، هذا الجهاز، لاحظ لي هذا الجهاز، ما بين اللي هو بي سي عادي، ما بينه وبين وايرلس. هشوف وايرلس مثلا تابلت، هذا برنتر، اي بي فون، هوم، انالوج هوم تي في، وعندنا وايرلس تابلت، هذا مثلا هذا وايرلس تابلت، ما بينه وما بين هذا الجهاز. شو راح اوصل ما بين هذا الجهاز وهذا؟ لاحظ هسه هذا الجهاز توصل ويا الاكسس بوينت، يعني مثله صار اتصال، اريد اوصل هذا اللي هنا، فشن كان استخدم؟ استخدم الاكسس بوينت. هسه لازم اوصل ما بين الاكسس بوينت وهذا الجهاز اللي هو البي سي اللي يتصل اتصال سلكي، حتى اقدر اوصل ما بينهم وما بين هذا الجهاز السلكي وهذا الجهاز اللاسلكي، فيكون عندي الاكسس بوينت هو بريدج. نشوف نوصل، نجي الى التفصيلات ايضا. خلنا نختار هذا، مثل ما قلت لكم انتم المفروض تحفظون بورد زيرو، لاحظ انه ما اختاره، قال هذا ما ممكن ان يكون عندي. خلي نختار الكروس اوفر، لاحظ اشتغل بالكروس اوفر. هسه حاليا اتوصل، صار توصيل ما بين هذا الجهاز اللاسلكي مع هذا الجهاز اللاسلكي عن طريق البريدج. زين، سؤال، كم عدد الوسائط او how many transmission medium in this network؟ كم عدد وسائل الاتصال او وسائط الاتصال الشبكية ما بين هاي الجهاز؟ راح يكون اجابتنا اثنين، يكون اجابتنا اثنين. حتى لو انا اجيت وادرجت اند يوزرز جديدة اللي هي مثلا هذا generic devices مثلا، او جيت wireless phone device smart device، هذا smart device، هذا smart phone، لاحظ حسب مو هذين ثلاثة وهذا واحد، لا يعتبر وسيطتين، وسيطة سلكية وواسطة لاسلكية. اذا two transmission medium اللي هو wired و wireless. شلون اعرف الوايرد؟ هاي الوايرد. شلون اعرف الوايرلس؟ هاي الوايرلس. هسه
هل اكتملت الشبكة عندي؟ نشيك أجهزة هاردوير سندرز موجودة، ريسيفرز موجودة باعتبار انهم هن اصلا فول دوبلكس. الجزء الثالث وهو الترانسميشن ميديوم موجودة. اذا الجزء الرابع اللي هو البروتوكولز، نجي الى ضبط الاي بيات نخارزينه. اوكي هذا واحد وهذا اثنين، لاحظي صفر صفر اثنين. نجي لهذا الفون ديسكتوب، لاحظ 10.0.0.3، نخليه 4 اعتبار 3 راح نحتاجه غير واحد. ليش نرجع نسوي 3؟ اوكي نجي خليه هنا، هذا خليه هنا، لاحظ باعتباره وايرلس يقدر يتحرك بأي مكان يحتاجه عكس هذا الواير. بقى هذا وايرلس ديفايس، هذا اللي هو جينيريك. لاحظ هذا شلون حتى اقدر اوصله؟ اجي الى كونفيجريشن، لاحظ انتبه لي، ادخل الاعدادات هذا جينيريك، اجي الى كونفيجريشن وش اسمه وايرلس. اوكي انزل جوا للاسفل، هذه الاي بي فيرجن بو 4 اخيار ستاتكس، اقل له هنا 10.0.0.4، اغلقها حاليا صارت عندي شبكه كامله. افحص الشبكه مالتي بالبنج 10.0.0.2، إذن ويا اثنين ما بي مشكلة. بينج ويا ثلاثة، ويا ثلاثة ما بي مشكلة. ويا أربعة، أيضا مع أربعة ما بي مشكلة. أقدر أقوم بعملية إرسال رسائل عن طريق هذا الأمر السيمولينك من هذا الجهاز إلى هذا الجهاز. أقوم عملية سيمولينك فوات كابتشر، أحط مباشرة أول مرة يطلق عليهم كلهن، تأكد هسه بس هذا رد. أوكي تهم أنه هذا رد، رجع له طلق عليهم كلهن، وهنا رد. طبعا جيت اتاكد من الحين انه موجودات ولا لا، بعدين نرجع الى اخر. سيمولينك تقبلوا تحياتي. إن شاء الله راح ألتقيكم في دروس جديدة من مادة سيسكو باكيت تريسر ليفل بيسك أو ليفل 1.